يعني فقرتنا التالية كتير مهمة وبتهم كل العالم، ودائما في معلومات جديدة بنستفيد منها. يعني خيرات سوريا ما في أكتر منهم، وكيف نحن يعني هن حدنا كيف فينا نستفيد منهم، ودائما يكون عنا حلول بديلة أكيد مشان صحتنا ومشان أكتر. رح نتعرف اليوم بمساحتنا من روح الطبيعة وخيرات البلد الكتيرة من النباتات والأعشاب يلي إلها فائدة كتيرة، كيف فينا نستفيد منها. رح نحكي أكثر مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكملي. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات أستاذ. صباحك دكتور. يا ميت أهلا. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مثل ما قلنا تحت الهواء، كنا عم نحكي إنه بهم كتير شريحة واسعة، خاصة بظل يمكن الغلاء أسعار حتى الأدوية اللي طالتها لبعض الأمراض. فخلينا نحكي هلا بما إنه عم نحكي عن فائدة الطب التكميلي للأعشاب، خلينا نحكي عن النباتات الشوكية إلى فائدة كتير كبيرة وموجودة بكثرة بسوريا. تمام. أول شيء شو الأمراض اللي ممكن أنه يستفادوا منها وأهميتها؟ تمام. أول شيء بشكركم دائما لدعمكم للطب البديل اللي هو نحن الحقيقة في بعض المراجع بيسموه الطب الأصيل، اللي هو اعتادوا عليه أجدادنا، يعني عاشوا سنوات طويلة وهن عم يستخدموا الأعشاب الطبية ك يعني خلينا نقول مساعد في الوقاية من العديد من الأمراض. يعني نحن اليوم امتى بناخذ دواء؟ لما بنكون فعلا بحاجه لانه نحن ناخذ دواء يكون عندنا حاله مرضيه، اما في حالات الوقايه او درء المرض فلازم نحن نعتمد على الطبيعه، وهي متوفره مثل ما تفضلتي حضرتك بكل البيوت فينا نحن نعتمدها. اليوم رح نحكي عن نباتات الشوكيه لانه هي نباتات الحقيقه بتعاني كثير لحتى تنمو ببيئات جافه ما في مي، ظروف صعبه، ورغم هيك بتقاوم بتكون موجوده. هذا الشيء سبحان الله يعني اعطاها ميزات على صحة الإنسان كتير مهمة. لما نبات بيكون كتير معرض لتقسية بنسميها عوامل تقسية بنموه، بنيجي بناخده نحن بالجسم، فنحن عم ناخد فوائد مهمة جدا. بالإضافة لأنه المركبات الموجودة عنا كتير فصيلة كبيرة من النباتات الشوكية، بيذكر على سبيل المثال نبات القرص عني، هو نبات في كتير من الأسر السورية تستخدمه. تمام. تستخدمه كسلطة، تستخدمه بالموائد يعني فريش، بياكلوه بشكل طبيعي. فهذا النبات الحقيقة اليوم نحن هو من النباتات المهمة جدا كمضاد للسم. حلو. يعتبر من أهم مضادات السموم في العالم. يعني بيقولوا هي أكلة الفقير الحقيقة هي هذا النبات اللي عم تقولي عليه أكلة الفقير، يعتبر أهم مكون لمركب مضاد للسموم. يعني احنا اليوم هو يحتوي على مجموعة من المركبات اللي بتساعد الجسم على التخلص من المعادن الثقيلة مثلا اللي هي قد نتسمم بها. نحن كل يوم عم نتعرض لكثير من مصادر التسمم، سواء عن طريق بيئي أو عن طريق بعض المنتجات أو عن طريق عوادم السيارات أو عن طريق خليني أقول التعرض لبعض، يعني عم ناخذ بعض المنتجات اللي بيكون متعرضة الأسماك، ممكن يكون فيها زئبق مثلا. فبالتالي هل تلوث بيجي عنا نبات القرص عني ومجموعة أخرى من النباتات، في نبات آخر اسمه شوك مريم اللي هو بكل الطرقات بين بالأرياف بسوريا، في هذا النبات الشوكي اللي هو عبارة عن كرة شوكية موجود. هذا النبات كمان يعتبر من النباتات المهمة المضادة للسموم والمنشطة للكبد. في القبار، القبار بالمنطقة الوسطى بسوريا يعتبر من نباتات الحقيقة البرية اللي تستخدم عالميا القبار لفوائد والجمة المنشطة للكبد. فنحن لما عم نحكي عن هالنباتات الثلاثة الأساسية، طبعا إذا كان في صعوبة في تأمينهم ممكن نستعيد عنهم بالهندبة. الهندبة البرية اليوم تعتبر من نباتات أيضا المنشطة للكبد والمضادة للسموم. في كذا دراسة عملت على الهندبة بأنه نحن إذا اعتدنا شرب منقوع الهندبة أو ناخذها الهندبة بعد ما يتم سلطة تمام استخدامها أوراق الطازجة، فبتساعدنا بالتخلص من الرصاص وبتساعدنا بالتخلص من الزئبق. ومعلومكم اليوم المعادن الثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص والكادميوم، كل هالمعادن هي لها تأثيرات سلبية جدا، وفي بعض الدراسات أثبتت أنه في صلة ما بين زيادة هالمعادن الثقيلة بالجسم نسبة تراكمية وما بين الإصابة بالسرطانات. وبالتالي هذا الكلام نحن لما بنجي بنعمل شيء اسمه ديتوكسيفيشن اللي هو عملية تنظيف للجسم من السموم، هذا الكلام لكل إنسان صحيح لازم كل 6 شهور ياخذ من هالنباتات لحتى يخفف شوي من هذه السموم. تمام. وانا بنصح بالقرص عني والهندبه لانه متوفرين كثير. تمام. والقبار تمام موجودين وفينا نحن نستخدمهم،
ويعني من باب الدعم والوقايه. صح. ما بالضروره يكون عندي مرض، يعني ممكن نحن ناخذهم للوقايه من حدوث مرض معين. تمام. يعني دكتور، خلينا نحكي دكتور شادي انه كيف فينا نحن نستخدمهم؟ يعني القرص عني مثل ما قلنا فينا ناكله بكذا طريقه. تمام. والهندبه والى اخره، ولكن خليني تمام بس خليني احكي انه نقطه انه الصبح ظهر مساء. تمام. شرب اكل. تمام. كيف؟ ما هي الفكره هون، في عنا طريقتين للاستخدام. أوكي. للنباتات الورقيه خاصه اذا بنعمل تنظيف. تمام. اذا نعمل التنظيف فينا ناخذهم كمنقوع، يعني احنا فينا ناخذ منقوع هالنباتات، نحضر منقوع من الهندبه والقرص عني، وناخذ الماء ونشربها 3 مرات يوميا لمده 3 ايام كل 6 شهور. اذا بدنا ناخذ يعني ممكن كل 6 شهور، ممكن كل 3 شهور، حسب درجه تعرض الشخص. بده يكون احنا كانه عم نحضر منقوع، مثل ما عم نحضر الشاي، مثل ما عم نحضر، يعني هي عمليه نقع دقائق وبعدين ناخذ المنقوع. الطريقه الثانيه بالاستخدام اللي هي ناخذ المجموع الورقي كله، يعني نحن ناخذ هي النبته مثل السلطه، ناخذها نحن مع زيت زيتون مع ليمون حامض مع ممكن يكون مع الثوم. بدي اضيف هون نقطه كثير مهمه، في اهم الدراسات اليوم الثوم كونه يحتوي على مركبات كبريتيه، فهو يمنع تسمم الجسم ببعض العناصر والمعادن الثقيله، وكثير من الدراسات اثبتت بانه هو عنده قدره خالبه للخالبه، يعني هو يستطيع الارتباط بعده روابط مع المعدن الثقيل. خلينا نعرف شغله، نحن المعدن بس فات على الجسم بيروح بيتراكم، ونحن عندنا مشكله انه التعرض، في ناس بيشتغلوا بطبيعه عمل بالمطابع مثلا في 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 تماس مع عنصر الرصاص، او بيشتغلوا بمكان معين فيه تلوث بمعدن معين، هذا التلوث هذا بيصير في عنده درجه تعرض صغيره بس يوميه، بعد فتره بتتراكم باعضاء معينه، وممكن يعني اهم الاعضاء بتتراكم بالدماغ بالكبد بهي الاعضاء المهمه جدا، وبالتالي انا هالتراكم مع الزمن رح يعمل تاثيرات سلبيه. كثير ناس بتبلش تظهر عليها الاعراض بعد فتره من التعرض لهالمركبات. فانا اليوم من باب الوقايه، طبعا في كثير اليات للوقايه، من ضمنها مثلا نحن دائما نستخدم اللبن، الحليب، البيض، اللي هي مركبات فيها بروتينات بتساعدني على التخلص من هاي المعادن، بالاضافه الى الثوم. يعني نحن صرنا عم نحكي عن وصفه مهمه اللي هي الثوم مع القرص عني والهندبه بشكل سلطه، ناخذها بشكل يومي مرة بيوميا. إذا بدنا يستخدم خل هاي المركبات كمان، فينا نقعهم لمدة 48 ساعة وبعدين نصفي ونشرب الخل بشكل يومي مع زيت الزيتون، خل وزيت زيتون كمان، هاي طريقة ثانية في التحضير وسهلة في متناول الجميع، ويعني مستحب الطعم، رح يكون مستحب. الأمر الثالث اللي هو القبار، القبار الحقيقة في كل دول العالم بياخذوا القبار السوري، بياخذوا منه الثمار، الحقيقه بيستخدموها براعم القبار. دكتور كيف شكله القبار؟ هو شكله ما بعرفه، يعني هو شكله الحقيقه بشكل براعم صغيره وبيعملوه بشكل مخللات. أوه. بياخذوها هن هذا المركب لتنشيط الكبد، خاصه الاشخاص يعني باوروبا كثير بيستخدموه، لانه الاشخاص الكحوليين بتاثر الكبد عندهم. فلما بياخذوا القبار بيمنع تخرب الكبد. الحقيقه خلينا نقول شغله مهمه جدا، اي شخص فينا حتى لو ما كان كحولي، يعني نحن هون عنا بنستهلك كثير من الادويه مثل باراسيتامول وغيرها بكميات كبيره. صح. واللي قد تؤثر على الكبد، لذلك لازم ناخذ دائما تنظيف للكبد، لازم ناخذ عنايه بالكبد. وبنرجع بنقول هي النباتات متوفره، يعني القبار اليوم متوفر بسوريا، بس ما في ثقافه استهلاك متوفره، خلينا ندخله على موائدنا، وهو موجود الحقيقة بمنطقة واسعة من شرق حمص وأجزاء من حما. لكن بحمص وبحما موجود بمنطقة المخرم، يعتبر من أهم النباتات. الحقيقة أنا بنبه من أهم النباتات منشطة للكبد، وكثير من الدراسات بتقول أنه مضادات من مضادات الأكسدة المهمة، واللي بيخفف تلف وشيخوخة الخلايا. نحن عندنا مشكلة دائما لما مع تقدم العمر، لما الخلية بيصير في عندها تقدم بالعمر بيصير في عندها أداء منخفض، مين بيرجع بيحافظ على الخلية؟ هي مضادات الأكسدة. من أهم مضادات الأكسدة هي النباتات اللي ذكرناها هون، وبرجع لشيء ذكرته بالأول، نتيجة أنه هذا النبات عانى بظروف قاسية وقدر ينجو، فنحن فينا نستفيد من هذه الفوائد. نعم. بشكل جيد جدا، والحقيقة تحضيرهم سهل، وأفضل وصفة بقولة دائما أنه نحن ممكن نحضر خل، ونحن حقيقة اشتغلنا بحث أنا ومجموعة من الزملاء عن استخدام خل للقبار وشوك مريم والقرص عني الحقيقة مع الوردة الشامية. أنتوا بتعرفوا الوردة الشامية تعتبر من
المركبات المرتبطة بتراث سوريا واللي تم تسجيلها عالميا باسم سوريا من خلال جهود الأمانة السورية للتنمية. نحن قمنا بعملية استخدام لهذا المركب لأشخاص تعرضوا لتسمم بالرصاص والكادميوم والزرنيخ، وحقيقة بعد فترة من الاستخدام عطى تأثير مهم جدا بعامل خالب حوالي 86% تم التخلص من هذه السموم. بناء عليه في شيء مبشر نحن نوصل لمركب ترياق سوري يساعدنا بالتخلص من سموم المعادن الثقيلة خلال فترة الدراسة عم نقوم فيها بجامعة دمشق بالتعاون مع جامعة الجزيرة. الله يعطيكم العافية. ويعني هدول المعلومات اللي نحن عم نستفيد منها وبتمنى عن جد كل العالم ما يستفيدوا منها، هي هي مجهود يمكن أيام وليالي وأشخاص يعني يمكن دكتور وليا حكينا عن الوردة الشامية وحكينا عن المجموعات المتطوعة كمان اللي عم يشتغلوا فيها ويعملوا منها منتجات لكمان دعم المرأة الريفية 100%. يعني إلى أكثر من استعمال طبي وأيضا للتنمية للمرأة الريفية. خلينا نحكي يا دكتور، يعني كثير عم نحكي عن الطب التكميلي البديل، هل الطب التكميلي البديل وخاصة بما يخص الأعشاب هو بديل عن الأدوية الموجودة بالأسواق؟ سؤال مهم الحقيقة جدا. نحن كلمة بديل هي بمكان معين بديل، بالأمراض الحادة هي ليست بديل، هي داعم ومؤازر ومكمل. أما بالأمراض المزمنة وبالوقاية من الأمراض، يعني إذا عندي مريض أنا عم ياخذ كل عمره مضادات التهاب لانه عنده روماتيزم، هذا معرض يصير في عنده اثار جانبيه نتيجه استخدام دواء لفترات طويله. لذلك كانت عالميا توجهوا باتجاه انه نحن لازم نستخدم مركبات داعمه للعلاج وفي مواقع معينه بديله. يعني انا اللي عم بيعاني من مشاكل بسيطه هضميه او اللي عم بيكون في عنده مشاكل اسهال وامساك والشغلات البسيطه، ليش لا يستخدم مركبات كيميائيه؟ هو بامكانه يستخدم مركبات نباتيه وبتكون ذات فعاليه عاليه جدا. بس الناس اللي بيكونوا ضمن عمل جراحي عنده مشاكل قلب، هذا لازم يضل عم يستخدم المركبات الكيميائيه والعلاجات الجراحيه الاساسيه والاشراف الطبي، ويدعم نفسه ببعض المركبات المضادة للأكسدة. والحقيقة اليوم عالميا عم يشتغلوا على شيء اسمه الأغذية الوظيفية. الأغذية الوظيفية هي أغذية ولكن تحتوي على بعض الأعشاب ومضادات الأكسدة واللي ممكن استخدامها للإنسان الطبيعي أو المريض لدعم وتقديم مركبات تدعم الصحة العامة وتحافظ على صيانة الجسم. ونحن فعلا بحاجة لهي المركبات، لأنه اليوم عالميا صاروا يستخدموا الشاي الأخضر مثلا كمضاد أكسدة. نحن عنا بديل بسوريا الحقيقة، عنا إكليل الجبل من المركبات المهمة جدا. لازم يكون موائدنا عمرانة بمركبات المتوفرة بالبلد، لأنه هي فعلا دواء شافي لكثير من الأمراض واللي نحن عم نتوجه لهم بالدراسه والبحث. نعم. دكتور شادي خلينا نحكي اخر شيء، يمكن دائما في فعل وفي يعني في شيء استفاده وفي رده فعل يمكن ما يتقبلها الجسم من كثير قصص، خلينا نحكي عن الفائده يلي بتحقق كان الشاي الاخضر، الزهورات، الاعشاب اللي مهمه للجسم ان كان مجففه او خضره، اي احسن، وايمت الجسم ما بقى بيتقبل يمكن يستفيد من الاعشاب او النباتات. تمام. هذا سؤال مهم البعض بيصير فيهم مثلا، وخاصة رواد استخدام الأعشاب للتنحيف. بتستخدم فترة بتحس في نتائج، بعدين بتحس انه صار في ردة فعل من الجسم ما نوع عم يستجيب لنفس المركبات. هون بيكون في خطأ بالاختيار. نحن استخدام الملينات للتنحيف لفترة طويلة له تأثير سلبي، تعمل جفاف. أنا المفروض تمام عم نخسر كثير نحن من السوائل، عم نخسر من المركبات المهمة، وخاصة الناس اللي اعتادت تستخدم ملينات بشكل كبير بصير عندها كسل معوي، وهذا الكلام وخاصة مركبات السنمكي والعشرة بنحذر منهم بشكل كثير كبير. ما لازم لحالنا نستخدمهم بقصد التنحيف. اليوم في عندنا بدائل هي الختمية، وموجودة زهرة الختمية تستخدم بشكل كثير مهم، الخبيزة، أوراق الخبيزة تعتبر مهمة. فينا نستخدم أيضا النباتات اللي مثل الكتان، بذر الكتان يعتبر خيار آمن للتنحيف، إنقاص الوزن وتخفيض الشحوم والكوليسترول، وما فيه تأثير على حركة الأمعاء، وبالتالي ما في عندي اعتياد، ما في عندي مغص، فينا نستخدمه بشكل مفيد وآمن والناس ممكن تستفيد منه لفترات طويلة. إذا اختيارنا كتير مهم. الناس اللي تستخدم شاي أخضر بشكل يومي وبعدة أوقات باليوم بصير عندهم أرق، بصير عندهم صعوبة في النوم، بصير في عندهم مشاكل العلاقة بامتصاص الحديد لأنه فيه عفص، والمواد العفصية لما عم نركز خاصة الشاي الأخضر إذا ركزنا نحن كتير أثناء عملية التحضير بيصير بيحتوي على كميات كبيرة من العفص والكافيين، وبالتالي لازم ننتبه.
فسؤال مهم فعلا. نحن اليوم لازم ننتبه لاستخدام الاعشاب. في بعض الاعشاب امنه بجرعات كبيره، البابوناج، الخبازه، الختميه، المليسه، الزيزفون، هي مركبات فينا نستخدمها كزهورات بدائل عن الكافيين، عن اي شيء بيسبب لنا ارق وتوتر. تمام. في مركبات نستخدمها صباحا مثل قشر الليمون مثلا، بيعطينا طاقه، بيعطينا نشاط مع كل الجبن. ما بنستفيد من الليمون كثير دكتور سعدي. كيف؟ هلا الليمون غالي كثير. خلينا مش بس قشر الليمون، شو الحمضيات كلياتهم، اي نوع من انواع الحمضيات فينا نستخدمه، او اكليل الجبن. اكليل الجبن نبات متوفر بشكل كثير. طب هون خلينا نحكي عفوا على المقاطعه، يعني عم نحكي عن الشيء الحمضي، شو فينا نحن نستعيد عن الليمون؟ لانه حصرم يمكن هلا الحصرم. تماما، لانه حمض الليمون عم يضر كثير العالم. تماما الحصرم منتبه استخدامه مهم، بس ننتبه كمان من تأثيراته على حموضة المعدة وتعملنا مشاكل قرحات، ما بصير ناخده على معدة فارغة، لازم ناخده أو مع الطعام ما في مشكلة. بس ننتبه دائما على مثل ما قلتي كمان حمض الليمون، حمض الليمون عم يضر المعدة بكميات كبيرة، له تأثيرات يعني سلبية. بنضيف شغلة مساء عنا النبات المهم جدا، الخزامة. الخزامة أو اللافندر، نحن مع اليانسون إذا كل يوم عملنا كباية مساء قبل النوم صغيره، ما في داعي نحن نرفع الجرعه، بتعطي تهدئه الاعصاب، بتساعد على الدخول بالنوم براحه. والمليسه حتى، هدول نباتات الحقيقه فينا نستخدمهم متوفرين كميات صغيره، نستخدمها بشكل يومي بتعطينا نتائج. انا بشرب يانسون. يانسون مهم، بس نحن اليانسون له تاثيرات هضميه، بيساعد على النوم طبعا ضمن جرعات محدده. ضيفي عليه الخزامه وضيفي عليه المليسه. نعم. هي ما في على الصباح دكتور اذا اخذتها. لا هي الوصفه بتساعد على الدخول للنوم بطريقه صح، وبتخفف شوي من الستريس. نعم دكتور شادي، يعني اعطيتنا كثير معلومات عن بعض الاعشاب الامنه وايضا المفيده الشوكيه لامراض الكبد وبعض الامراض الثانيه. بالحلقات القادمه رح نحكي اكثر عن كل مرض ممكن شو يستفيد من الطب التكميلي البديل ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك دكتور. ودائما نقول للعالم ما كثير تاخذوا على السوشيال ميديا وبحكي الجيران. دائما يعني في جمعية وأطباء هنا مختصين تعبوا لحتى يقدموا لكم الفائدة. هذا واجبنا. وشكرا لكم. شكرا لتسليكم ضوء على هذا الموضوع المهم. وفعلا السوشيال ميديا ما هي المصدر المعلومات اللي ممكن نعتمده بشكل صحيح. شكرا يا دكتور.